الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين جعل المؤمنين إخوة في الدين متحابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين بيّن ما يجب للمسلم على أخيه المسلم وأرصى بالتزام ذلك لما يترتب عليه من مصالح الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ضربوا أروع الأمثلة للأخوة الصادقة فكانوا كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات ونور الله قلوبكم بالعلم والدين وشرح الله صدوركم بالهدى واليقين ورفع الله مقامكم في عليين ونسأل الله الحليم الكريم الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر الزكي أن يجمعنا تحت ظل عرشه مع سيدنا محمد النبي الأمين ومع آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الإخوة الكرام خطبة الجمعة اليوم عن الأخوة في الدين والإيمان انطلاقا من قول ربنا الكريم في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال أيضا
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الأخوة في الدين والإيمان بالله تعلو الأخوة في النسب. فالله جل وعلا أمر بالمؤاخاة بين المسلمين والمؤمنين، ولو اختلفت أنسابهم وتباعدت أوطانهم، ولهذه الأخوة بين المسلمين والمؤمنين حقوق عظيمة وثمرات كريمة قد بينها الله ورسوله في الكتاب والسنة، يجب مراعاتها والقيام بها، ولا يجوز إهمالها والتهاون بها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمى الله المؤمنين إخوة لما بينهم من رابطة الدين والعقيدة، ورابطة العقيدة أقوى رابط في الإسلام. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق إلى مقومات الأخوة في الدين، فقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم عن بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام عليه دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أيها الأحباب، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إياكم والظن، أراد به صلى الله عليه وسلم النهي عن تحقيق ظن السوء، عن تحقيق ظن السوء وتصديقه من غير قرينة معتبرة شرعا. ولم يرد صلى الله عليه وسلم ما يهجس بالقلب من خواطر الظنون، فإنها لا تملك. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يسمع من أخيه المسلم كلمة أو يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرا، أي محملا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من علم من أخيه المسلم مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال، ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى. فالمراد بالظن هنا أيها الأحباب التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا أو امرأة بالفاحشة من غير أن يظهر عليها ما يقتضيها،
ولذلك عطف على الظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا تحسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتحسس ويبحث ويتسمع، فنهي عن ذلك شرعا. فالتحسس أيها الأحباب هو البحث عن عورات الناس بالعين أو الأذن، وأما التجسس في اللغة فهو البحث عن ما خفي من الأمور، وأكثر ما يقال ذلك في الشر وأما التناجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشتق من النجش، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل ليغر غيره فيشتريها، كأن يقول هذه أدفع فيها كذا وكذا، ويذكر ثمنا عاليا ليخدع المشتري، فيظن أنه إن اشتراها بالسعر المعروض يكون رابحا، وهذا النجس حرام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يخدع أخاه المسلم. وأما الحسد الوارد في الحديث فهو تمني زوال النعمة عن المسلم مع العمل بما هو في قلبه من إرادة إزالة تلك النعمة عن ذلك المسلم، وهذا حرام في شرعنا أيها الأحباب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، فمعناه لا تتعاطوا أسباب البغض والكراهية، والمراد بها والمراد به النهي عن الصفات المذمومة الباعثة للتباغض والخصام، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعمال الإنسان أو أعمال المسلمين والمؤمنين تعرض على الله كل يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتجاهرين والمتخاصمين، فيقول الله جل وعلا أخرهما حتى يصطلحا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، فالتدابر أيها الأحباب هو المعاداة، وقيل المقاطعة، وسمي ذلك تدابرا لأن كل واحد من المتعاديين يولي صاحبه دبره. وإنما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالنهي عن سوء الظن بالمسلم، وعطف عليه التباغض والتحاسد لأن أصلهما سوء الظن، وذلك أن المباغض والمحاسد يحمل أفعال من يبغضه ويحسده على أسوأ محمل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض،
بأن يقول لمن اشترى سلعة بثمن: أنا أعطيك مثلها أو أحسن منها أو أحسن منها بأقل من ذلك، بأقل من ذلك الثمن، وذلك منهي عنه شرعا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسم بعضكم على سوم بعض، وذلك إذا سام سلعة، وذلك إذا سام سلعة وأراد صاحبها أن يبيع، جاء آخر وقال له: لا تبيع، أنا أزيدك في السوم، وذلك حرام في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه، وذلك إذا خطب امرأة رضيت به وتمت الخطبة، جاء رجل آخر يخطبها، وذلك لا يجوز شرعا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء كلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى يا عباد الله كونوا إخوانا، أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا كإخوان النسب في المعاملة، فليعامل بعضكم بعضا بالشفقة والرحمة والمحبة والمعاونة والنصيحة والتعاون على الخير، كل ذلك مع صفاء القلب. وقد اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وجمعه بقوله في حديثه الشريف حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى لا يكون كامل الإيمان حتى يتحقق ذلك في قلبه. فهلم أيها الأحباب إلى الفلاح والنجاة من النار، ولينظر الواحد منا ماذا يحب لنفسه من الخير، وكيف يحب أن يعامله الناس. أخي المسلم، أختي المسلمة، ألست تحب أن يعاملك الناس بالصدق والأمانة وحسن النية؟ فعامل أنت بما تحب أن يعاملوك به. ألست تحب أن يحسن الظن بك؟ أن يحسن الظن بك؟ فعاملهم أنت بحسن الظن. ألا تحب أن تربح في تجارتك وأن يوسع عليك في الرزق؟ فلا تحسد أخاك على ما أنعم الله عليه. ألا تحب أن يسامحك الناس إن ظلمتهم وأسأت إليهم؟ فسامح إخوانك واعف عمن ظلمك، تكن من أكبر المؤمنين في هذه الدين. ألا تحب أن يصبر الناس عليك؟ فاصبر على أذى الناس وتلطف بهم، ألا تحب أن تعامل الناس بالحسنى وبما أنت أهله؟ فلا تحقرن مسلما ولا تتكبر على إخوانك المسلمين، وعاملهم بالذي تحب أن يعاملوك به. إنا إذا فعلنا ذلك أيها الإخوة المؤمنون زادت المودة والمحبة بيننا، وتعاضدنا حتى نصير كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الأعضاء بالحمى والسهر، وصرنا حقا إخوة في الدين والإيمان.
فالمؤمنون إخوة في جميع الأزمان من أول آدم إلى آخرها وفي جميع أقطار الأرض وإن تباعدت ديارهم يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على البر والتقوى وينصح بعضهم لبعض ويصدقون في تعاملهم فيما بينهم ويحترم بعضهم حقوق بعض لأن الله تبارك وتعالى ربط بينهم برابطة الإيمان التي هي أقوى من رابطة النسب والوطن واللغة فاتقوا الله أيها الإخوة الكرام وكونوا مؤمنين حقا كما أمركم الله بذلك وراعوا حقوق هذه الأخوة ولا تضيعوها فتكونوا من الخاسرين في الدار الآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وفقنا الله جميعا أيها الأحباب لما يحب ويرضى ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وأقام على وجوده وعظيم قدرته الحجة والبرهان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فنشر دعوة الحق وأدى الرسالة بكل أمانة وصدق فكانت العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات اعلموا وفقني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام خير رابطة بين قلوبكم وأساس الأخوة الكاملة بينكم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان هو السياج المتين والحافظ لشعور الأخوة الكاملة بين أهل هذا الدين يعطف بها قلوب المؤمنين بعضهم على بعض ويواسي بها الأنفس المهضومة فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإنا لنحمد الله تعالى على أن بقي هذا الشعور الذي مبعثه الإيمان الصحيح في قلوب هذه الأمة المحمدية. فاللهم اسلك بنا سبيل الرشاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن باقي الصحابة أجمعين، وخصوصنا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في كريم زمرتهم، ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقهم وسنتهم ولا عن ما جاءوا به، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوات. اللهم أيد الإسلام، اللهم أيد الإسلام، وكن اللهم لجميع المسلمين وليا ونصيرا. وأعد اللهم للإسلام عزته، وأعد اللهم للإسلام عزته، وانصر أمته بيدك العزة والنصر، وأنت على كل شيء قدير، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا رحمكم الله، إن تسويت الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.